اليوم اجتماع لجنة فض النزاعات بخصوص قضية اللاعب مازن فياض وإدارتي الشرطة والنفط. وصل القرار أخيراً بعد ساعات مطولة من الجلوس وأخذ إفادات الطرفين إلى القسم بالقرآن الكريم بين إدارة النفط واللاعب مازن فياض بخصوص العقد الموجود لدى الطرفين، لكن إدارة الشرطة اعترضت على هذا الإجراء وقالت هذه اللجنة مختصة بأن تصدر قرار، مو تحلف الطرفين، احنا ما قاعدين في جلسة عشائرية، وبالتالي لم يحسم الأمر هذا اليوم وبانتظار الساعات القليلة القادمة. نتابع. طبعا احنا شفنا إدارة النفط ونشكرها، وصار شبه اتفاق ان شاء الله، واليوم الموضوع ان شاء الله يخلص ان شاء الله. مازن ان شاء الله إدارة محترمة، إدارة النفط، ونشكرها على موقفها. انا الحمد لله اشكر، جاي اتمرن يعني بس بوحدي يعني مو ويا الفريق داخل الشرطة. النفط وعده وان شاء الله اليوم تكون جلسة وان شاء الله يحلوها ودياً، مو إدارة الشرطة، لان هم يعني النفط صح يحبون انه هاي يردوني، بس هم يعني راح يقدمون لي ان شاء الله النصائح وان شاء الله يخلونا العب مع نادي الشرطة. انت عندك رغبة بالعودة مع النفط؟ لا لا، هم ما هو رغبة، بس انا احب امثل نادي الشرطة هذا الموسم، واتمنى للنفط التوفيق ان شاء الله.